السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو نعطيكم السعر البيع والشراء الأورو في أجزاء العاصمة وضواحيها. اليوم رانا 13 ديسمبر 2024، اليوم ثلاثاء. السعر في البيع خاصة بالأورو قال لك يدير 100 اورو دي تقريبا تجي تبيع نتايا يشوها عليك بزنين و570، هذه في البيع. وكذلك في الشراء تجي تشري عليهم الاورو يقول لك 100 يورو او 100 يورو تشريها عليه بزنين و585، هذه يا خاوتي في ولاية الجزائر وضواحيها. في بعض الولايات تلقاها تقريبا بزنين 540 حتى بزنين 560، هذه في الشراء. وفي البيع كذلك تلقاه ما بين بزنين و500 حتى بزنين 80، حتى بزنين 580، هذه في الشراء. تجي تشري نتاع عليهم يبيعوها بالسومة وتجي يشيروا عليك هما بسومة اخرى، هذه في ولاية الجزائر وضواحيها. وفي بعض الولايات الله اعلم. مهم خاوتي اللي عنده اي مشكله ولا عنده استفسار خلينا تعليق اسفل هذا الفيديو، ولا يتواصل عن طريق الواتساب او عن طريق صفحتنا الفيسبوك مدونة حبيب لمعلومات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.